السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناتنا اجي تعلم. ان شاء الله اليوم في فيديو غنشوفوا الصفحه 126 مقرر ديالنا المفيد في الرياضيات. نشوفوا اول تمرين. اذا ظنت عائشه انها ستحتاج الى كميه نفسها من الورق الملون للتغليف المساحه الجانبيه لكل من العلبتين. اعداد العلبه بالطول عليها المساحه الجانبيه والمساحه الجانبيه. هل ظنها في محله؟ للاجابه عن السؤال نحدد الابعاد التي ستحتاجها بالنسبه لكل من المجسمين. اذا اش خصها باش تحسب لنا؟ خصها الارتفاع بيخصها القطر، وبالنسبة لبي اش بيخصها؟ بيخصها الطول والعرض والارتفاع هما كلهم عندنا. مزيان. القاعدة باش نحسبوا المساحة الجانبية هو تنديروا المحيط في الارتفاع. واش هو المحيط؟ هو القطر في بي وغنضربو في اش. وبالنسبة للعلبة وغنديروا المحيط هو في الارتفاع. واش هو المحيط؟ هو ال في ال في ال زائد ال مقسم مضروب في اثنان مضروب في الارتفاع. ننجز العملية ونشوفوا. إذا بالنسبة للعملية الأولى بالنسبة لإس أ غنديروا هو 10 ذا القطر مضروب في 3.14 مضروب في 12 عطاتني 3768 سنتيمتر مربع. وبالنسبة لإس بي غنديروا 15 زائد 6 هي 21 مضروبة في جوج هي 42. 42 غنضربوها في 8 تعطيني هي 336 سنتيمتر مربع. إذا كاين الفرق كبير بزاف. ندوزو للتمرين رقم 1. طبعا هنا هذا غير هي مراجعة العلاقة صافي ما بين الأسطوانة القائمة وما بين المتوازي المستطيلات. طبعا هنا نتابع عفاكم بعض المرات تكون بعض الاخطاء حسابيه نتابعوا، ولكن تكون انتريس. انا كيما همني هو ان تفهم العلاقه ما بين اسطوانه قائمه وما بين متوازي المستطيلات. ندوزو للتمرين رقم 1. اجري العمليه في تفتيت مؤتمم الاجدول. طبعا هنايا نفس القضيه، عطاك الشعاع حسب المساحه الجانبيه هي 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 دي في اش هي دي في بي في اش نحسبوا غنلقاو 188.4. هنا عاوتاني الشعاع شحال هو 2، الشعاع هنايا هو 6 وهنا 6 عطاني 4. اذا الشعاع تاع هو 2، اذا الحساب تاع عطاني 87.92. هنا عندي متوازي المستطيلات، هنا عندي مكعب. مكعب تاع هو محيط القاعده هو ال زائد ال مضروب في 2 عطاني 34، والمساحه الجانبيه غنضرب 34 ضرب 4 عطاني 136. وبالنسبه لهنايا غتعطيني 9. شحال عندي من 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 وجه؟ عندي غندير 9 في 4 باش نحسب باش نحسب المحيط. إذا غندير 9 في 4 إذا 9 زائد 9 9 9 هي 4 هي 36. ونحسب المساحة الجانبية طبعا ألقى هي 324. إذا هنا نكونوا كملنا الصفحة 126. شكرا على الانتباه، وإن شاء الله نتلاقاو في الصفحة 127.